مساء الخير لك وللمشاهدين. مساء النور. طبعا إسرائيل الساحة السياسية، الساحة الاقتصادية، الساحة الصحية تشهد عمليا أزمة حادة جدا. نتنياهو يعني يستغل، برأيي الشخصي، يستغل أزمة الكورونا من أجل يعني التعتيم على قضايا الفساد التي يعني يحاكم عليها من جهة. فشل ذريع للحكومة في محاربة جائحة الكورونا من جهة ثانية، فشل اقتصادي ذريع في قضايا الناس عامة، المستقلين والعمال وغيرهم. عمليا تشهد كل الساحات فوضى عارمة في هذه البلاد. كيف سيؤثر هذا على مستقبل نتنياهو؟ للأسف أستطيع أن أقول أن ذاكرة الشعب في إسرائيل قصيرة. لما نصل لمرحلة انتخابات يعني أنا لست متأكدا أن الكثير من الناس اللي اليوم يتظاهرون ضد نتنياهو سيرجعوا ويدعموا نتنياهو. وهذا كان السؤال الثاني لك أو امتدادا لما سوف أسأله سيد جابر. يعني عادة ما تتركز هذه المظاهر التي رأيناها قبل قليل في الشاشة على منطقة معينة أو شريحة معينة من الناس، بينما استطلاعات الرأي الأخيرة أثبتت بأن لو جرت انتخابات فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ما زال سوف يحصل على عدد كبير من المقاعد. يعني لماذا ما زال هناك تأييد كبير لنتنياهو من قبل شرائح أخرى؟ أنا بفكر أنه يعني في حاجة لبحث عميق، لبحث نفسية خلينا أسمي الشعب في إسرائيل، الشعب اليهودي بالذات في إسرائيل. عمليا ممكن يعني قضايا التخويف، قضايا في رأيي أنا القضايا العنصرية الطائفية عمليا بين شرقيين وغربيين، كثير من القضايا لها دورها هنا. ولكن في النهاية نتنياهو كمان عم بيخسر مقاعد. يعني حسب الاستطلاعات لحد اليوم صار خسران ما لا يقل عن 6 مقاعد. إذا هذا التوجه يستمر ممكن أن يخسر. ولكن واحدة من الشغلات الأساسية في المجتمع الإسرائيلي، في السياسة الإسرائيلية اليوم، أنه ما فيش بديل لنتنياهو لمطروح على الساحة. يعني البدائل القائمة غير مقنعة للناس، وخاصة بعد يعني تفكك حزب كحول لبان إلى حزبين أو 3، وعمليا ما فيش بديل لنتنياهو في نظر الناس. وهي قضية يعني جسيمة، وبتأمل لما نتنياهو على الأقل يفوت على السجن يكون نقيله البديل. طيب بالعودة إلى الاحتجاجات بشكل عام، هناك أوساط سياسية بالأخص تلك المناصرة نتنياهو كانت قد تحدثت عن ضرورة صن قوانين من أجل منع التظاهرات، الحجة أو المظلة القانونية هي من أجل جائحة كورونا. ما رأيك، وهل هناك فعلا تخوف من كبح جماح هذه الأصوات المناهضة لنتنياهو؟ أنا بفكر أنه البارد خرج من القمقم. بفكر أنه نتنياهو يعني واحد من الأفكار اللي عند نتنياهو هو أنه يعمل إغلاق شامل، وواحد من أهداف الإغلاق الشامل هو منع المظاهرات ضده. عمليا أنا بفكر أنه ما عادش يقدر يرجع البارد إلى القمقم، بما أنه الناس خرجت إلى الشوارع من العاملات الاجتماعيات إلى أصحاب المصالح. نعم. إلى العمال. طيب للأسف انتهى الوقت سيد جابر عساقلة، عضو القائمة المشتركة في الكنيسة.